إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثلاث مشاكل تحل بثلاث وسائل. الأولى، إذا ابتليت بحب الشهوات فراجع نفسك مع الصلوات. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الثانية، إذا ابتليت بالشقاء وعدم الراحة في حياتك فراجع حساباتك مع والدتك وانظر هل أنت بارا بها أم لا. قال الله سبحانه وتعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الثالثة، إذا ابتليت بالضنك والضيق والحزن فراجع حساباتك مع كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.